عرفنا أنه اسم الفاعل إذا كان معرفاً بأل يعمل من غير قيد وشرط، وفي هذه الحالة إذا كان مقترن بأل سواء كان المعرف بأل مبتدأ أو كان واقع اسم إن أم كان أو وقع مفعولاً وغير ذلك، مثلاً سلمت على المنجز عمله. الأمر الآخر إذا كان مجرداً من إل لا يعمل عمل فعله إلا بشروط، لا يعمل عمل فعله إلا بشروط، يعني قلنا إذا كان معرفاً بإل يعمل من غير قيد وشرط، لكن إذا كان مجرد من الإل لا يعمل عمل فعله إلا بشروط. الشرط الأول أن يدل على الحال والاستقبال، فنقول محمد غافر زلة الصديق، محمد غافر زلة الصديق، هنا دل على الحال والاستقبال، فهنا محمد هو المبتدأ وغافر هو اسم فاعل خبر زلة مفعول به باسم الفاعل. زين هنا إذا دل على الحال والاستقبال، زين إذا دل على الماضي هنا لا يعمل اسم الفاعل عمل الفعل، فنقول مثلا محمد غافر زلة الصديق أمس، محمد غافر زلة الصديق أمس، فهنا افتقد إلى شرط من شروط اسم الفاعل الذي يدل على هنا الحال والاستقبال، هنا الحال والاستقبال، فأصبحت غافر خبر وهو مضاف وزلتي هي مضاف إليه، هنا مضاف إليه. زين إذا كان يدل على الحال والاستقبال أن يعتمد على استفهام، فنقول أكاتب محمد رسالة إلى أبيه، أكاتب محمد رسالة إلى أبيه، فهنا اعتمد على الاستفهام، هنا اعتمد على استفهام.